العشرون قال عمر. وقال عمر بن الخطاب الحديث صحيح على شرط الشيخين أيضا، ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثا لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم، زوجته فاطمة بنت رسول الله، وسكناه المسجد مع رسول الله، يحل له ما يحل له فيه، والراية يوم خيبر. طيب هذا الحديث كما قال الذهبي ولم يذكر كلام الذهبي، طيب ذكر كلام الحاكم فقط. ما قال ذكر الذهبي المديني عبد الله بن جعفر متفق على ضعفه، زين. وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا. جميل. وقال نسائي متروك الحديث، ماشي. جميل. أما زواج علي من فاطمة حمل راية خيبر هذا أمر مشتهر، هذا متواتر. نعم خذها مني أنا أنقل متواتر، زواج علي من فاطمة رضي الله عنها، أرشون زواجه يوم خيبر يوم يرفع الراية رضي الله عنه، نعم صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه. نعم.